مرحبا صبايا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح اقدم لكم عروض ماركت الايوز بير، رح تبلش بكره يوم الخميس 27 يناير. طبعا الكتالوج رح يستمر اسبوع او حتى نفاذ الكميه. كتالوج كتير حلو، فيه كتير منتجات رح ننصحكم من خلال تجاربنا وتعليقات المتابعين وتجاربهم بالمنتجات. تابعوا معي الفيديو للنهايه. قبل ما نبلش ما بدي اذكركم باللايك الحلو للفيديو، فجروا الفيديو لايكات، ربي يسعدكم جميعا. خلونا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، ونبدأ مباشرة بالعرض الأول. العرض الأول هو عبارة عن بطانيات للتخت، رح يكون في مفرد ومزدوج. المفرد اسمه تيكي شيليك، أبعاده 150 ب200 سنتي والسعر 70 ليرة. أما المزدوج رح يكون مكتوب عليه شيفت كيشيليك، بالنسبة لأبعاده 180 ب220 سنتي والسعر رح يكون 90 ليرة. طبعا متوفر عدة نقوشات وألوان. برداية سميكة أبعادها 140 ب280 سنتي وسعرها 30 ليرة، طبعا هي بتجي فردة واحدة يعني. برداية زيبرا 150 ب200 سنتي وسعرها 149 ليرة. كمان برداية 150 ب200 سنتي والسعر 129 ليرة. في هي الغطاء البلاستيك أو هي بتنحط على الباتيكات تبع الكومبي، هي بتتعبى مي وبس حميت بتصير بتطالع بخار عشان تدفي الغرفة أكتر. ساعتها من جوا 0.50 لتر وسعرها 5 ليرات فقط. برداية ديكور بتجي طول أبعادها 290 ب260 سنتي والسعر 70 ليرة. طقم وجه الحاف مع شرشف مع وجين مخاد للتخت المزدوج، سعرهم 139 ليرة فقط. طاولة بلازما، بالنسبة للطاولة رح يكون في منها لونين، البني الفاتح والبني الغامق، سعرها 400 ليرة. خزانة بانيو أو خزانة حمام عبارة عن درفتين من الجناب ومراية بالمنتصف، بالنسبة لأبعادها 70 ب60 ب15 سنتي والسعر 300 ليرة. منظم عبارة عن 6 دروج، درجين كبار و4 دروج صغار. الدروج بلاستيك طبعا، رح يكون في لونين بالدروج ليعطوا ديكور كتير حلو، سعرهم 300 ليرة. فرن من ماركة أرزون، بالنسبة للفرن استطاعته 1300 واط معه كفالة 3 سنين، سعته الداخلية 35 لتر. ممتاز جدا، من تجارب الصبايا تجارب جارتي كتير كتير ممتاز، بيطلع المعجنات بتاخد العقل، كتير بنصحكم فيه، سعره 469 ليرة. من ماركة كيوي إبريق تسخين مي، الإبريق هو عبارة عن بلاستيك بقلبه وشيعة حديد، سعته 1.7 لتر، استطاعته 2000 واط معه كفالة سنتين والسعر 90 ليرة. رح يكون متوفر منه اللون الأبيض واللون الموف، من تجارب الصبايا كتير مدحوا فيه. من ماركة سوني آلة صنع الشاي، بالنسبة لاستطاعتها 1600 واط إلى إبريقين، الإبريق اللي تحت سعته 1.7 لتر، الإبريق اللي فوق للتخمير سعته 0.6 لتر، كفالة سنتين والسعر 299 ليرة. من ماركة كيوي ماكينة فلترة قهوة، استطاعتها 650 واط، سعة الإبريق اللي تحت 600 ميلي مع كفالة سنتين والسعر 199 ليرة. مضرب للكريمة من ماركة أرزون، بالنسبة لاستطاعته 300 واط، بالنسبة للكفالة 3 سنين، له 7 عيارات للسرعة، كمان بيجي معه خطاف للعجين بيجي قطعتين، سعره 159 ليرة، كمان الصبايا كلهم مدحوا فيه. من ماركة أرزون أيضا سشوار للشعر، معه كفالة 3 سنين، سعره 129 ليرة، ممتاز جدا جدا. من ماركة أرزوم أيضا مكواية بخارية بقاعدة سيراميك، بالنسبة للمكواية استطاعتها 2500 واط مع كفالة 3 سنين وسعرها 249 ليرة. من أبيريلا ميزان لقياس أوزان الجسم، بيجي زجاجي في منه عدة ألوان، سعره 85 ليرة. هون عنا بلازمات، البلازما الأولى من ماركة توشيبا، الشاشة 65 إنش، قطر الشاشة 164 سنتي، تعمل بدقة 4K، فيها ساتلايت داخلي، واي فاي داخلي، مداخل ومخارج USB و HDMI، بالإضافة لوجود كفالة 3 سنين والسعر 9199 ليرة. البلازما الثانية أيضا من ماركة توشيبا ولكن حجم أصغر، الشاشة 55 إنش، قطر الشاشة 139 سنتي، كمان فيها كل المميزات اللي ذكرتهم بالبلازما اللي قبل، لكن الفرق كبر الشاشة، هي سعرها 7099 ليرة، أصغر من اللي قبلها. آخر بلازما هي من ماركة إلتون، أصدقائي هي الشاشة 32 إنش صغيرة،
قطرة 82 سنتي مع كفالة سنتين، فيها مدخل واحد USB ومخرجين HDMI، ما فيها ستلايت داخلي وما فيها فيها ستلايت داخلي بس ما فيها واي فاي. سعر 2199 ليرة. من بيرانها تابلت بالنسبة للتاب 8 إنش، بالنسبة للرامات 2 جيجا، أما الذاكرة الداخلية 32 جيجا، السعر 599 ليرة. كتير إجاني تعليقات على هذا التابلت صراحة، ماركة بيرانها متوسطة الجودة وحتى في صبايا ما بينصحوا فيها أبدا. بنصحك بالتاب يلي رح ينزل بعروض ماركة الشوك اليوم الأربعاء، يلي ما شاف الفيديو يروح يشوفه. بنصحك إذا بدك تابلت تروح تشتري من التاب تبع الشوك. موبايل محمول من ماركة ريدر بي 13 بلو 2022. أصدقائي بالنسبة لهذا الموبايل ذاكرته 32 جيجا، بالنسبة للرامات 2 جيجا، سعره 1599 ليرة. ما حدا من الصبايا نصح بموبايل ريدر بي 13. من ماركة سي اي جي غسالة ملابس، سعة الحوض أصدقائي 10 كيلو، سعته كتير كبيرة. بالنسبة لسعر الغسالة 3999 ليرة، يعني 4000 مع كفالة سنتين، ماركة ممتازة جدا. براد يعمل على الهواء من ماركة سي اي جي أيضا، سعته الكلية 451 لتر، معه كفالة سنتين، والسعر 4699 ليرة. من ماركة أبيريلا ماكينة حلاقة رجالية تعمل على الشحن مع كفالة سنتين وفي إلى عدة سرعات، سعرها 100 ليرة. من أبيريلا أيضا ماكينة إزالة الشعر للنساء، هي الماكينات تعمل على الشحن فقط، يعني بتشحنيها وبتشتغلي فيها. في ماركة تانية كانت تنزل بماركة الايوزبير، هي ماركة ارزوم، هديك بتصير على الكهرباء مو على الشحن، هديك افضل من هاي صراحة، وكل الصبايا نصحوا بهديك ما نصحوا بهاي. فلهيك اذا انت لازمك ماكينة ازالة شعر بنصحك تستني وتتابعيني وتفعلي زر التنبيهات عشان لما ينزل عرض يوصلك اول العالم. سعره 129 ليرة. فير للشعر استيطاعته 25 واط معه كفالة سنتين بسعر 100 ليرة من ماركة أبيريلا. في صبية سألت انه بتنصحيني فيه، ماركة أبيريلا بالنسبة انا اشتريت مرة فير وستريت بيجوا سوا، ابدا ما ظريف حماوته ابدا، يعني ما بيلف الشعر، فما بنصحك فيه. من ماركة شاومي مقوي شبكة انترنت بدون كابل كابلوسوز، سعره 139 ليرة. من ماركة فيليبس باور بانك بالنسبة للبطارية أصدقائي 10000 ميلي أمبير، في إلى مدخلين USB مع كفالة سنتين، ماركة فيليبس جدا ممتازة، السعر 109 ليرات. من فيليبس وصلات للشحن ب20 ليرة. جهاز إزالة الرطوبة بيجي معه قرص لإزالة الرطوبة وزنه 500 جرام، هذا القرص كل ما خلص فيك ترجعي تشتري منه عن طريق الإنترنت، سعره الجهاز كامل 25 ليرة. ترموس لحفظ الحرارة والبرودة، سعته يا أما 1 لتر، في موديلات تانية بتجي 1.2 لتر، سعره 60 ليرة، كتير غليان. أنا اشتريته من زمان، من شي 7-8 شهور بسعر 35 ليرة. زبادي سيراميك صغيرة قطر الزبدية 13 سنتي، في عدة نقوشات، طبعا هدول سيراميك يعني أشغال يدوية كتير حلوين، سعر الواحد 6 ليرات ونص. ممالح بسعر 4 ليرات. هون في أدوات للمطبخ مثل فرشاية سيليكون، سباتولا، معلقة سيليكون، شارة بطاطا، أي قطعة ب10، مطرة بلاستيك ب10 أيضا، قطع لإزالة الرطوبة بتنحط بدرج البراد عشان الخضرة تحافظ على حالة أكبر وقت ممكن بالبراد، سعره 13 ليرة. كاسة زجاجية مع غطاء وشلمون للأطفال بسعر 6 ليرات، في منها طبعا عدة ألوان. قنينة للصوص 600 ميلي ساعته وسعره 8 ليرات. مصفاية أو غربال أي وحدة منهم ب7 ليرات ونص. وهون عنا مجموعة معالق من ماركة نهير أصدقائي، في معالق كبيرة معدنية للأكل ب35 ليرة لأي قطعة، في معالق للأكل أو شوكة كبار بيجوا بسعر 8 ليرات للمعلقة، كمان في معالق صغار للشاي بسعر 7 ليرات معلقة أو شوكة، والمعالق الصغيرة الوحدة ب5 ليرات. هون من ماركة جورال في مجموعة أطباق أي طبق بسعر 12 ليرة. من ماركة نيرو هون في عنا عرض، يا مقلاية بإيد واحدة أو مقلاية بإيد تين أو صينية دائرية جرانيت، كلياتهم طبعا جرانيت غير لاصقة. الصينية قطرة 26 سنتي، المقلاية اللي بإيد قطرة كمان 26 سنتي، أما المقلاية اللي بإيد تين قطرة 24 سنتي، أي قطعة ب65 ليرة.
من باشا باشا طقم صحنين للأكل شفافين بسعر 14 ليرة ونص، صواني ميلامين بسعر 22 ليرة ونص، مقص المطبخ بعشر ليرات، ترموس شنطاية كبيرة سعتها 15.1 لتر وسعرها 1000 ليرة، ترموس من ماركة ستاندي كلياتهم هدول سعته 1.9 لتر والسعر 649 ليرة، أيضا من ماركة ستانلي ترموس سعته 1.4 لتر والسعر 599 ليرة، كمان ترموس سعته 1 لتر ب 449 ليرة، كمان ترموس بسعته 750 ملي والسعر 479 ليرة، ترموس من ستانلي أيضا سعته 470 ملي بسعر 269 ليرة. كمان هون مجموعة ترموس بيجي كاسة 350 ميلي، وكمان بيجي ترموس 250 ميلي وترموس حجم أكبر 350 ميلي بسعر 249 ليرة. عرض رح يبلش بكرة بماركة الآيوزبير يوم الخميس 27 يناير، عرض على قطع صابون لغسالة الأطباق من ماركة بيرد، الكيس فيه 110 قطع بسعر 60 ليرة. صراحة أنا كنت استعمل فينيش، جربت هي الماركة لأنه حسيتها شوي أرخص وكتير بينزل علي عروضات، جربتها الفينش طبعا أحسن، ولكن هي الماركة أبدا ما أنا سيئة، يعني فيكن تستعملوها. كرسي للأطفال بسعر 150 ليرة، بيدي للأطفال لتعليم الطفل الدخول على الحمام بسعر 190 ليرة، لعبة باندا بسعر 55 ليرة، طاولة بلاستيك للأطفال بسعر 40 ليرة، لعبة بيت للأطفال بسعر 45، كمان لعبة للأطفال ب 25 ليرة، سيارات للأطفال ب 17 ليرة، خشخاشة للأطفال ب 18، حفاضات للأطفال أصدقائي فيه رح يكون نمرة 4 ونمرة 5 ونمرة 6، نمرة 4 رح يكون فيها 72 حفوضة، نمرة 5 رح يكون فيها 60 حفوضة، نمرة 6 رح يكون فيها 48 حفوضة، أي واحد منهم بسعر 70 ليرة. محارم رولات فيها 8 رولات بسعر 30، ماسك للوجه ماسك الطين أي واحد منهم بسعر 3 ليرات. أصدقائي هون عروض ماركة الآيوزبير بتكون خلصت، بتمنى الفيديو يكون مفيد وخفيف على قلوبكم، إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا دعمنا باللايك والشير للفيديو، بتشكركم على المتابعة الحلوة، انتظروني في فيديو جديد، هلا بدي أودعكم، بترككم بأمان الله.